بقول ايه ده، انا بقول بعد اذنك يا استاذ ده نبيل، هو ده بقول يعني لو الدكتور اتضح. محمد انا بيتحدث فاهم، انا في فاهم اضعف ده لو الايمان، ساعه مش ثلاث بس احنا ساعات، محتاجين ده اكتر في انت اضعف عارف حضرتك الايمان. لو ثلاث ساعات ايوه بس اضرب في احنا، سته. انا قصدي احنا محتاجين اكتر من ما انا بعض فاهم طبعا، الدكاترة. ليه؟ انا لان فاهم طبعا، وضع انا عندي يعني نص السكان في عشوائيات. لا يليق ابدا بمصر وبحجم مصر ان يكون الناتج القومي الاجمالي لمصر بهذه بهذه الكفاءه، الحجم المتواضع. التدني الرهيب ترتيب مصر في دليل التنميه البشريه هيومن ديفلوبمنت ريبورت 112، 113 ترتيب و112 112، ترتيب مصر في الشفافيه 111، 111. نسبه الفقر في مصر، نسبه الفقر 2 دولار فاقل حوالي 40 او 42%، نسبه الفقر المدقع حوالي 25%، البطاله الاميه، الصحه.